كتلة أهل الهمة، شباب يبني، وطن ينهض. الحمد لله وكفى، والصلاة صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أهلا وسهلا بالجميع. خلال هذا الفيديو حنحاول نشرح أهم النقاط اللي لازم ندرسها وننتبه لها أثناء دراستنا لشابتر الإنرجي من البيولوجي 101. بداية، قبل ما نبدأ الشرح وقبل ما نبدأ بتفاصيل هذا الشابتر، لازم ننوه لفكرة كتير مهمة في دراسة الجنرال بيولوجي بشكل عام. في كتير مصطلحات بتيجينا بتمر علينا بالبولد، هاي المصطلحات كتير بيركزوا عليها، فلازم كل طالب وهو أثناء دراسته لازم يفهم كل كونسبت من هذول المفاهيم، لازم يفهم فهم أكثر من حفظ إيش هو هذا المفهوم ولإيش بنستخدمه. الأسئلة بتيجي سهلة وبسيطة، ما بتتعمق كثير بالتفاصيل، لكن أهم إشي بالنسبة لإلك كجنرال بيولوجي إنه تكون فاهم المصطلحات الأساسية. بهذا الشابتر، شابتر الإنرجي، الانترودكشن والكونسبت 1 مش مطلوبين. بنبلش بالكونسبت الثاني. بالكونسبت الثاني ببلش يحكي عن مفهوم الفري انرجي. الفري انرجي هو مجرد مصطلح بنعبر فيه عن الطاقة، مثل ما بنستخدم بالجنرال كيمستري دلتا اتش ودلتا يو للتعبير عن فرق الطاقة، نفس الشيء هون بنستخدم مصطلح دلتا جي حتى نعبر عن فرق الطاقة او الفري انرجي. الطريقة الأولى لمها في تعريف الدلتا جي هو دلتا جي بتساوي دلتا اتش ناقص تي دلتا اس. ايش معنى دلتا جي؟ هي الفري انرجي، بينما دلتا اتش هي الانثالبي، والدلتا اس هي الانتروفي، والتي هي التمبرتشر. هاي الطريقة بالتعريف احنا ما بنستخدمها، وخلال هذا الشابتر والشباتر الجاي ما بتهمنا، فقط خليها لمعرفتك، يعني هم بذكروها أثناء الشرح لكنها مش بهذه الأهمية، وحتى أنهم ما أتوقع بيسألوا عليها. الطريقة الثانية لتعريف الفري إنرجي، دلتا جي بتساوي جي فاينل ناقص جي إنيشيال، حيث الجي فاينل إحنا بنحكي عن جي فاينل اللي هي مستوى الطاقة لا النواتج، بينما جي إنيشيال هي مستوى الطاقة للمتفاعلات. بشكل عام في كل التفاعلات اللي بتصير عندنا بالطبيعة، كل جسم بيكون بيحاول يوصل للموست ستيبل ستيت. الموست ستيبل ستيت لكل الأجسام بالطبيعة هي بفقدان الطاقة، الجسم بفقد من طاقته حتى يوصل لمستوى طاقة أقل، بالتالي more stable state. بشكل عام لو رسمنا هدول الأكسس، بحيث هذا الأكسس هو مجرى بيمثل مجرى التفاعل، أما هذا الأكسس فبيبين الفري إنرجي أو مستوى الطاقة. لو حكينا إنه هون عنا هذا مستوى طاقة المتفاعلات، بينما عنا هذا مستوى طاقة النواتج. حكينا هلأ إنه كل جسم بيحاول يوصل لمور ستيبل ستيت، فبما انه المور ستيبل ستيت هي عبارة عن فقدان الجسم لطاقته، بحيث انه النواتج بتحمل طاقة اقل من المتفاعلات، اذا الاشي التلقائي اللي بيحدث بالطبيعة هو انه تكون النواتج اقل من المتفاعلات. فلما نشوف المستوى طاقة المتفاعلات أعلى من مستوى طاقة النواتج، فإذا نفهم إنه في عنا هون هذا التفاعل عبارة عن تفاعل spontaneous بحدث تلقائيا في الطبيعة. وفي عنا مصطلح دلتا جي، دلتا جي حكينا إنه هو جي فاينل ناقص جي إنيشيال، بما إنه جي فاينل قيمتها أقل من جي إنيشيال، فبالتالي دلتا جي هون حتطلع سالبة. معنى السالبة إنه طاقة النواتج أقل من طاقة المتفاعلات، بالتالي بنحكي عنه إيش معنى دلتا جي سالبة. دلتا جي سالبة
معناته انه الجسم وصل لحالة more stable، انه التفاعل صار تلقائيا spontaneously، وانه التفاعل exorganic. ايش يعني exorganic؟ في عنا نوعين من التفاعلات بالطبيعة، exorganic وendergonic. بكل بساطة تفاعلات طاردة للحرارة وتفاعلات ماصة للحرارة. من وين بنعرف هذا الاشي؟ بنعرفه ببساطة من هاي الطاقة، فرق الطاقة بين المتفاعلات والنواتج. بما انه احنا كنا بمستوى طاقة عالي وانخفضنا، النواتج ما اخذت كل طاقة المتفاعلات. الفرق الطاقة بين النواتج والمتفاعلات بيروح على شكل طاقة بنخرجها للسريع من السيستم، فبالتالي هذا التفاعل بنعتبره exorganic. بما انه دلتا جي سالبة لازم نحكي انه هذا التفاعل exorganic، بينما الاندرجانيك بتكون بالعكس، دلتا جي موجبة. اذا مرة تانية، احنا حكينا عن مفهوم دلتا جي وانه فرق الطاقة بين الفاينل والانيشيال، وحكينا انه بالحالة اللي رسمناها كان سالب. معنى السالب هون انه التفاعل بصير حتى يوصل الجسم لمور ستيبل ستيت، وبيحدث تلقائيا وهو exorganic reaction. بما انه بلشنا نحكي عن الرياكشنز، نرجع نرسم الرسمة كمان مرة. هلا بالطبيعة اغلب التفاعلات هاي ما بتصير لوحدها، يعني ما بيكون في عندك تفاعل واحد منفرد بحدث لوحده، بينما بالطبيعة اللي بحدث انه مجموعة من التفاعلات، عدد كبير من التفاعلات تتداخل مع بعضها، بحيث انه يكون نواتج هاي هذا التفاعل بتدخل كمتفاعلات في تفاعل ثاني، وهكذا بتضل العملية مستمرة. لانه كل السيستمز الموجودة عندنا في البيئة بالطبيعة هي open systems، بحيث انه بدخل عليها مواد ومتفاعلات من الخارج، وبخرج منها مواد من داخلها الى خارج الى surrounding. فبالتالي احنا كل التفاعلات اللي عندنا بالطبيعة او باجسامنا هي تفاعلات open system. لو فكرنا بالتفاعلات كclosed system، كفقط تفاعل واحد لوحده، احنا قاعدين عم بننقص من طاقة المتفاعلات لطاقة اقل حتى يوصل لmore stable state. بعدين المور ستيبل ستيت برضو حتنقص كمان طاقة حتى توصل لمور ستيبل ستيت عنها. بالتالي احنا بالاخير حنوصل لمرحلة تكون الانرجي تبعت البرودكت تساوي صفر. وقتها احنا بنقدر نحكي انه الجسم وصل للموست ستيبل ستيت. لكن بهاي الحالة لما يوصل الجسم للموست ستيبل ستيت، هو فعليا وصل لحالة الدث. إذا كان عندنا أي خلية وصلت للموست ستيبل ستيت فهي ديد سيل. هون بيرجع بيحكي لك عن الفري انرجي كميجرمنت اوف سيستم انستابيليتي. زي ما حكينا قبل شوي انه احنا الأجسام بتحاول توصل لمور ستيبل ستيت، فبالتالي ودلتا جي هي قاعدة عم تحسب لنا انه هو نقص من طاقته ولا زاد من طاقته، فبتعبر عن المدى الانستابيليتي تبعت الجسم. هون في عنا ثلاث امثلة لمحاولة الاجسام للوصول الى مور ستيبل ستيت. مثال الزلمة اللي قاعد عم بنط، اللي بنط بالمي، هو بمجرد ان ما قفز على طول نزل لتحت، نزل لتحت باتجاه المياه، وذلك لأنه المور ستيبل ستيت بالنسبة له هو أنه يكون لتحت في المي أكثر من أنه يكون لفوق. بالفيزياء بنسمي الحالة وهو فوق بيكون في عنده طاقة وضع، أو طاقة وضع بالنسبة لوضعه في الجاذبية، فبالتالي أنه بمجرد ما يزول الارض اللي هو واقف عليها هو حينزل تلقائيا لتحت حتى يوصل لمور ستيبل ستيت. نفس الشيء بالديفيوجن، الجزيئات ما راح تضلها متكتله فوق بعضها، وانما حتنتشر
حتى توصل لمور ستيبل ستيت، وكذلك بالكيميكال رياكشنز. برجع بحكي لك هون الفري انرجي انكريز when a reaction is somehow pushed away from equilibrium. يعني بكل بساطة لو جبنا مجموعة من الشحنات السالبة وكومناها فوق بعض، احنا قاعدين عم بنبعد هذا السيستم عن الإكوليبريم. ليش؟ لأنه الإكوليبريم أو المور ستيبل ستيت إنه الشحنات السالبة حتتنافر مع بعضها، فإحنا قاعدين عم بنجمع فيها طاقة عن طريق وضعها بالقرب من بعض. فلما يتجه السيستم بعيدا عن الإكوليبريم، فإحنا قاعدين عم بنزيد بالفري إنرجي. بحكي لك هون because the system at equilibrium cannot spontaneously change. It can do no work. بشكل عام لما نيجي نحكي عن التفاعلات التلقائية اللي بتحدث spontaneously، هاي التفاعلات بتأدي work، تعمل عمل. بينما التفاعلات اللي ما بتحدث تلقائيا، دلتا جي بتعبر عن مقدار الطاقة اللي لازم نكسبها نعطيها لهذا التفاعل حتى يبدأ. في عنا مفهومين جداد هون بيبدأ يحكي عنهم، اللي هو الإكسرغونيك والإندرغونيك، مرينا عليهم قبل شوي. هم فقط إنه هل السيستم بيحتاج لطاقة أم بيطلق طاقة أثناء التفاعل، وهي الصورة نفسها اللي شرحنا قبل شوي. لكن في فكرة جديدة بدنا نحكي عنها، هي فكرة إنه أغلب التفاعلات هي تفاعلات منعكسة أو reversible. إيش يعني تفاعل reversible؟ لو كان عندنا تفاعل A زائد B بيعطينا C، و C بيعطيني A زائد B. reversible إنه بيكون عندي هدول الحالتين بالطبيعة، وأغلب التفاعلات بالطبيعة هي reversible reactions. لكن الفكرة اللي لازم نحكيها هون إنه إذا كان واحد منهم بيحدث تلقائيا والدلتا جي تبعته سالبة، بالتالي بالضرورة الآخر حيطلع غير تلقائي والدلتا جي تبعته موجبة. إذا كان هذا دلتا جي تبعته سالبة، فهذا الدلتا جي تبعته موجبة بالضرورة. الرسمة الثانية هي نفس الحالة اللي كنا نحكي عنها، بس إنه بالعكس، إنه الرياكتنس تحت، الرياكتنس بتحتوي على مستوى طاقة أقل، بينما البرودكت المستوى الطاقة تبعها عالي. وحتى نوصل لمستوى الطاقة العالي فإحنا بنحتاج طاقة، إحنا بناخد طاقة من السراوندينج، فبالتالي هي إندرغونيك رياكشن. هون بحكي لك إنه دلتا جي زي ما حكينا قبل شوي، دلتا جي لما يكون التفاعل تلقائي يعني هي نيجاتيف، هي بتعبر عن الورك اللي ببذله السيستم. بينما لما تكون موجبة، التفاعل يحدث غير تلقائيا، فهي بتعبر عن مقدار الطاقة اللي لازم نكسبها للسيستم حتى يجري التفاعل. وكل ما زادت ال decrease in free energy، حيزيد عنا ال amount of work that can be done. هون بحكي لك عن نقطة كتير مهمة، بحكي لك إنه the breaking of bonds does not release energy. إنه الإشي اللي بطلق الطاقة عنا أثناء التفاعلات مش كسر الروابط. عادة إحنا لما نتخيل تفاعلات بنتخيل إنه كسر الرابطة هو اللي أدى له إطلاق الطاقة، لكن الحقيقة هو غير ذلك. كسر الروابط لا يؤدي إلى إخراج طاقة، أو إنه مش هو السبب الرئيسي اللي أخرج الطاقة. السبب الرئيسي اللي أخرج الطاقة هو نفس الإشي اللي كنا نحكي فيه قبل شوي، إنه إحنا كان في عنا more energy state، وصلنا ل less energy state، فبالتالي هاي الطاقة اللي هون اللي هي دلتا جي، هاي طلعت للسراوندينج، فهاي هي الطاقة اللي نتجت. هي ما نتجت عن كسر الروابط، بل هي نتجت عن انتقال المادة من مستوى طاقة عالي لمستوى طاقة أقل. وهون بحكي لك إنه مفهوم الانرجي stored in bonds
هو عبارة عن ال potential energy that can be released when new bonds are formed after the original bonds break. طيب برجع بحكي لك عن الاندورغانيك. حكينا عن الاكسورغانيك كتير. هسا الاندورغانيك نفس الشيء بس انه عكس كل المصطلحات هذيك. هو الدلتا جي تبعته بوزيتيف، هو نون سبونتينيوس. الدلتا جي بتعبر عن مقدار الطاقه اللي لازم نكسبها للتفاعل. وحكينا شوي ايش يعني ريفرسيبل بروسيس، انه اغلب التفاعلات بالطبيعه ممكن تكون اماميه وخلفيه، بحيث انه المتفاعلات تصير نواتج والنواتج تصير متفاعلات. واذا كان الاول تلقائي فالثاني بالضروره لازم يكون غير تلقائي. طيب هون برجع بحكي لك بهذا الشكل، بحكي لك عن نظام مغلق. النظام المغلق اذا صار في عنا تفاعل بالاخير في النهايه حيوصل لحاله من الستابيليتي اور مور ستيبل ستيت او اكويليبريم. الاشي المهم اللي لازم نحكيه انه السيل او اي سيستم اي اورجانزم بوصل للموست ستيبل ستيت بيكون في حالة الدف، بوصل لحالة الموت اذا وصل للموست ستيبل ستيت او الاكويليبريم. لكن في احنا في اجسامنا ما بنوصل لحالة الاكويليبريم او ما بنوصل للموست ستيبل ستيت، لانه كل اجسامنا وكل السيستمز اللي في الطبيعة هي عبارة عن open system. بما انها open system فانه بدخل لك مواد من برا وبطلع مواد من السيستم للسراوندينج، وكل product هو عبارة عن reactant في التفاعل اللي بعده. فبالتالي بنحافظ على الflow of materials خلال السيستم، وبالتالي ما بنوصل للmost stable state، وبالتالي ما بنوصل للdeath. هاي الأشياء اللي حكيناها. هون مثال تاني على فكرة إنه كيف إحنا كنا نحكي البرودكت والرياكتنت. هو بحكي لك إنه الجلوكوز والأكسجين هم عبارة عن الهيل اللي هم have more energy، المستوى الطاقة عالي، بينما الكربون دايوكسيد والووتر عندهم مستوى طاقة منخفض. وطول ما احنا بنزود الجسم في لسه حركة بالجلوكوز والاكسجين والكربون دايوكسيد والووتر بين السيستم والسراوندينج، فبتضل الخلية على قيد الحياة. لما يبطل في عنا حركة لهذه المواد بتتوقف حياة الخلية او بتوقف السيستم، لانه بوصل لحالة من الاكوليبريم. وهون بهاي الصورتين بحكي لك انه كيف عندنا open system في أغلب الأشياء في الحياة إذا مش كلها. أجسامنا أو أي system موجود في الطبيعة هو عبارة عن open system، وهذا اللي بيخليها تبقى على قيد الحياة إلى الآن. أوكي هون برجع بحكي لك إنه there metabolic pathways never reach equilibrium and can continue to do the work of life. ليش؟ لأنه عندنا البرودكت النواتج هي عبارة عن متفاعلات في التفاعل اللي بعده، وهكذا. هيك بنكون خلصنا الكونسبت.